تمام شباب، نسمي بسم الله ونكمل الشابتر. حكينا المرة هذيك انه احنا بصدد استنتاج او استحداث كمية فيزيائية جديدة سميناه الالكتريك بوتنشال. وطبعا ليش استحدثناها؟ قلنا لانها اسهل في التعامل مع من المجال الكهربائي، وافضل ميزة لها انها از سكيلر كوانتيتي. هذا الجهد اللي سميته الجهد او البوتنشال هو مرتبط بنقطة، مرتبط بنقطة. زي لما نقول هنا في مجال، حط جسم عند هذه النقطة، صار جوا هذا الجسم طاقة وضع ولا لا؟ بصير طاقة وضع، قيم الجسم بصير في عندك بس مجال. نفس العملية، في نقطة عندها جهد، حط شحنة عند النقطة هذه، ايش بصير جوا الشحنة؟ طاقة وضع. صحيح؟ إذا أنت لما تحط شحنة عند نقطة، معناته في طاقة وضع موجودة. قال لي طيب احسب لي، أنا بدي أحط ثلاث شحنات نفترض، شحنتين ثلاثة 400 بس خلينا ناخذ ثلاثة. بدي احط لك ثلاث شحنات عند نقاط مختلفة، احسب لي قديش طاقة الوضع عند كل واحدة منهم، وبعدين جيب لي طاقة الوضع الكلية في الثلاث شحنات، هاي موضوعنا. إذا أنا لما أشحن جسم بكون وكأنه خزنت في هذا السيستم طاقة وضع، هاي معنى شحن، يعني شحن بدك تحط شحنات في مناطق معينة، كل شحنة إلى طاقة وضع، كل السيستم في طاقة وضع، هذا طاقة وضع احسب لي إياه، تمام. الآن عشان أرجع لسؤالك، ليت اس كالكوليت كيف انا هذا الدفتر كان هنا طلعته هام صار في بوتنشال انرجي بتساوي ام جي اتش ولا لا؟ طيب كيف حسبت هذه؟ مش قلت هو عباره عن قيمه الشغل اللي بذلته انا في اني انقل انه الدفتر من هالهان؟ طيب الان زميلكم مره دي كتبت معادله وهي بيسالني فيها، انت بتقول زمان ان W بتساوي سالب دلتا U، صح؟ صحيح. وانت بتحسب مرات W بتساوي دلتا U، هو على خاطرك مرة بحط سالب ومرة بحط موجب؟ مش انت هيك سألت؟ وقتيش ممكن اقول لازم يكون سالب وقتيش بصير موجب؟ اطلعوا يا شباب، انا توي لما قلت لكم انا الدفتر بدي انقله من هان لهان، انا بدلت شغل ولا لا؟ والجاذبية برضه عملت شغل. اذا انت بتتعامل مع القوة الخارجية اللي لازمة عشان تنقل الدفتر، معناته فيش سالب. السالب لمين؟ للشغل اللي جاي اللي بذلته المجال الاصلي. انا لما ربطت شغل الجاذبية لجرافيتي وقلت حط سالب دلتا يو سالب، لكن لما تقول شغل خارجي السالب ببطل. فانا لما اقول لك the work required، required يعني مطلوب بواسطه قوه خارجيه، فلما يكون الشغل ما فيش سالب معناته هذا الشغل بواسطه قوه خارجيه مش قوه المجال، مش قوه المجال. فهمتني؟ يعني ارجع، هل جيت انا بدي انقل الدفتر من هان لهان بدي ادي القوه باي اتجاه؟ لاعلى، والازاحه لاعلى، ما زال انا قوتي لاعلى والازاحه لاعلى، زال زاويه زيرو ولا لا؟ وقصاني زيرو، سالب واحد ولا واحد؟ واحد، اذا موجب. طيب سؤالي لكم برضو، نقلت الدفتر من هان لهان، الازاحه كيف اتجاهها؟ مين يقول لك قوه الجاذبيه كيف اتجاهها؟ اذا نقول قد ايش شغل الجاذبيه سالب، فبيجي واحد سالب الثاني، واحد سالب الثاني، هذا شغل المجال. زينا بدل الجاذبيه لو بدك شغل المجال الكهربائي بدك تحط سالب، لكن شغلي انا اللي بدي احرك الشحنه موجب. فهمت ايش الفرق بينهم؟ تمام. سؤالي الان، ليت اس كالكوليت ذا ورك، بدي احسب الشغل شباب، ريكوايرد تو اسمبل ا سيستم، بدي اكون اسمبل، يكون اسمبل ا سيستم اوف 3 بوينت تشارجز. تمام، هدول الثلاثه بوينت تشارجز بدي اجيبهم على اللوح عند في المنطقه هذه، وين هم هدول؟ قال لي اعتبرهم في المنانيه هي. وين هم؟ يعني بعاد عنك، وبدك تنقل شحنه شحنه. سؤالي لكم الان، ما هو الشغل اللازم عشان انقل شحنه مقدارها واحد من المنانيه هي لنقطه؟ جهد عند النقطه، صح ولا لا؟ مش هل تعرفي جهد عند النقطه؟ الجهد عند النقطه، عيده، هو الشغل اللازم
عشان تنقل وحدة الشحنات المنجبة من المال نهاية لنقطة ما. حلو. إذا علشان أنقل شحنة مقدارها واحد من المال نهاية لنقطة بدي جهد النقطة، صح؟ إذا عرفت جهد النقطة 5 فولت بقول 5 جول. مظبوط ولا لا؟ طيب عشان أنقل واحد شحنة مقدارها واحد بدك 5 جول. جهد 5 فولت. بدي أنقل شحنة مقدارها 2. 10. بضرب في الشحنة المنقولة ولا لا؟ بضرب في الشحنة المنقولة. إذا بقول لي تدوسه عشان أنت تحسب. We have to calculate the work required to bring from infinity each child one by one. انت كم شحنة بدك تحط؟ قلت له 3. بتحطهم مرة واحدة ولا واحدة واحدة؟ واحدة واحدة. طيب عندك بنشوف كيف. بالضبط تقريبا زي اللي بتقول انا بدي اعمل. هجد وين الشحنات موجودين؟ في المال نهاية. شباب في شحنات هنا؟ حلو عند هذه النقطة شايفينها؟ مين يقول قديش جهد؟ صوت عالي. صفر. في حواليكم شحنات؟ حلو. بدي انقل شحنة مقدارها كيو. خليني اقول كيو واحد. عشان بدي انقل شحنة مقدارها كيو واحد من المال نهاية للنقطة هذه. قديش شغلي؟ كيو واحد في صفر. مش كيو واحد في صفر؟ مش انا بدي جهد؟ جهد ما تقول لي صفر. اذا اول شحنة نقلتها لزمني شغل؟ لا. شغلها قديش طلع؟ زيرو. طلع ايش بقول؟ at the point at the potential at a point is equal. هو بذكرني بقول ايش تعريف الجهد عند نقطة؟ بقول لي بما ان الجهد عند نقطة is equal to the work required to bring a positive unity charge from infinity to that point. حلو؟ هذا تعريف الجهد عند نقطة. طيب the work required، كلمة required يعني بواسطة قوة خارجية. فيش سالب to bring a charge Q، أنا مش مقدارها واحد، مقدارها Q، from infinity to a point must equal to the potential at that point مرتبط بإيش؟ بQ. هذا منطقي. إذا عشان أجيب الشغل من المال نهاية لنقطة B بتساوي الشحنة المنقولة في الجهد عند تلك النقطة. هذا الآن أسسنا وحطينا الفرشة الصح. قبل ما أحطها هذه الشحنة، هذه الشحنة خلينا أقول هذه نقطة. هذه هنا قبلها فش شحنة. هذه النقطة قديش جهد قلنا؟ زيرو. حطيت الشحنة. Therefore no work، لأنه الورك قديش طلع؟ No work is required to place the first charge اللي سميتها Q1 at a given position because there is no electric potential at that position. في الأول ما فيش جهد. أول شحنة جبناها قديش أول شغل لزمني؟ زيرو. حلو. شايفين النقطة هذه؟ هذه النقطة عندها جهد؟ لا. جهد النقطة. جهد النقطة. وهذه تصور؟ انوجدت هالجهد. في جهد هنا ولا لا؟ في شباب. ما هو في الأول ما كانش فيه. ليش؟ لأنه ما كانش فيه شحنات. هل صار فيه شحنات ولا لا؟ إذا حوالين أول نقطة في جهد ولا فيش؟ طيب لو بدي اقول لك هذه المسافه من هان لهان سميها ار واحد تنين، هذه الجهد هنا بتساوي كي كيو واحد على ار واحد تنين ولا لا؟ طيب يلا بدي احسب الان ما هو الشغل اللازم عشان انقل الشحنه كيو اتنين من ما لا نهايه للنقطه هذيك؟ كيو اتنين في هذه، صحيح ولا لا؟ تمام. اذا بقول لي طبعا النقطة هناك طلعت شلقت بهمش. ها نمحيها عشان تضلها الرسمة صح. بيقول لي next we place a second charge Q2 at position R1 2 بتعتبر المسافة R1 2. بيقول لي this requires a work Q2 اللي نقلتها مضروبة في الشغل اللي جاي في الجهد اللي جاي من Q1 سميته V1. قال لي هذا كيف تحسب؟ قلت له هي حسبته. كيو واحد على هذه المسافة هذه كلها في واحد، صح؟ هذه في واحد وضربته في كيو اتنين. تمام هيك شباب؟ حلو. بدي اجيب كمان شحنة هنا احطها عند النقطة هذه. الجهد فيه ولا في شيء؟ طيب الجهد هذا جاي من اي شحنة؟ من واحد وباتنين. طيب حلو.
بقول لك من هان لهان اعتبر المسافة R1 3 ومن هان لهان R2 3 هتجيب V هان V بتساوي K Q1 على R1 3 زائد K Q2 على R2 3 صح؟ قال لي حلو ايش بدك تحط هنا؟ قلت له بدي احط Q3 ايش الشغل اللازم؟ Q3 اضربهم في هذه صح ولا لا؟ اضربهم في هذه هاي الشغل اللي بيلزمني عشان انقل Q3 next we place Q3 وين حطيتها؟ قال لي حطيتها هنا ما شاء الله لقيتش كثير المرة هذه تمام؟ ما كنت عارفها عشان كده تمام؟ قال لي هذول المسافات قال لي we now must do work given as Q3 V من واحد ومن اثنين صح ولا لا؟ سميتها V1 2 وV1 و2 if the potential at the location of Q3 due to both Q1 and Q2 يعني طلع خلصت كل الشغل ايش كتسوي؟ كيف بدك تحسب كل الشغل؟ انا حاسبت الشغل الاول والشغل الثاني والشغل الثالث جمع سكيلرز مش عشان نعمل طاقة ما هو الشغل اللازم عشان تنقل الثلاث شحنات W1 زائد W2 زائد W3 بسيطة the total work required to assemble a system of three charges هو عبارة عن الشغل الأول والشغل الثاني والشغل الثالث الشغل الأول قديش؟ زيرو والثاني حسبته والثالث حسبته اجمعهم طب هذا كل الشغل هذا وين راح؟ بقول له تخزن جوا طاقة ايش؟ هاي طاقة الوضع اللي بدك تحسبها زي ما مالي طاقة الوضع ام جي اتش هيك حسبتها انت جبت الشغل تبع الجاذبية الأرضية واشتغلت عليه حلو This work is stored as an electrostatic energy in the system. قال لي هذا الشغل اللي انت حسبته هو اللي تخزن جوا طاقة وضع. طب حطه. قلت له هذا هو. نيجي نطلع كيف هذا نجيبه. كم شحنة هم يا شباب؟ بتقول هاي الثلاثة. طلع كيف تعملهم؟ واحد مع اثنين. واحد مع ثلاثة. واثنين مع ثلاثة. طلع عليهم. واحد مع اثنين. واحد مع ثلاثة. بعدين اثنين مع ثلاثة. واحد مع اثنين. ايش هذي؟ واحد اثنين واحد مع ثلاثة ايش هذه المسافة اللي بينهم اثنين ثلاثة بس طب عندي اربع شحنات كيف بدي اعملهم واحد اثنين واحد ثلاثة واحد اربعة اثنين ثلاثة اثنين اربعة ثلاثة اربعة بتخلص العكس ما في شيء سهل تمام مش كتير صعبة طب عندي تنتين ايش بده يكون واحد اثنين واحد اثنين عشان مرة جبنا سؤال بس شحنتين تخربطوا الطلاب كيف نجيب هذه واحد اثنين طب ثلاثة وأمنا وأربعة ودربنا عليها تنتين ما دربناش عليها صاروا ضربوا لخمة صاروا يقول لك واحد اثنين ثلاثة منو جايب الثلاثة ما انت جايب لك تنتين فيش غير واحد اثنين تمام The potential energy of a system of any charges can be calculated in similar fashion لو عندك مية نفس الطريقة طبعا مية كتير أقعد أحسب واحد مع اثنين واحد لما أصل مية تمام قال لي طب لو كانوا أربعة زي ما تو قلنا واحد مع اثنين واحد مع ثلاثة واحد مع أربعة خلصت الواحد اثنين مع ثلاثة واثنين مع أربعة خلصت هذا ثلاثة مع أربعة خلصت برجع شجوع خلصنا سهلين تمام أي استفسار جوابتك تمام أي استفسار سهل لساتها ما خشيناش الصالون عندنا خشين الصالون تبع الشبطة هذا سهل بقولي طب for assembly of two charges لو عندنا شحنتين ايش قلتولي في غيرهم حلو الشحنات في احتمالين لهم اما يكونوا موجب او يكون سالب صح طب لو التنتين موجبات او التنتين سلبات كيف تطلع يو موجب طب نرجع التنتين موجبات او التنتين سلبات ايش القوة بينهم تنافر صح معنات البوتنشال انرجي الموجبة جاية من قوة جذب ولا تنافر تنافر طيب لو واحدة موجبة واحدة سالبة كيف تطلع هذه وتجاذب معنات البوتنشال انرجي السالب معناته القوة مالها تجاذب نرجع للمدرسة ذاكرين قوة الربط طبعة الالكترون مين يقول لي موجبة ولا سالبة خدتوها عمرهاش لا تكون سالبة لو كانت موجبة بينفع اقول عنها قوة ربط لانه ربط جذب وهي اصلا الكترون مع مين مربوط هو مع بروتون والبروتون واحد موجب واحد عشان كده سالب بيجي واحد يقول لك طب ايش تفسيرها بقول لك نرجع لهذا هاجت هذا هاي الليفل تبع الطاوله هنا
طاقة وضعه موجبة ولا سالبة. ايش يعني موجبة؟ بقول فلتو ايش بصير فيه؟ بنزل. ايش يعني طاقة عنده زيادة ولا ماشي عنده زيادة؟ لانه عنده زيادة طاقة بتحرك لحاله. طب هذا لو كان على الارض البوتنشال اللي نجي تبعته بالنسبة للطاولة موجب ولا سالب؟ سالبة. ليش سالبة؟ بقول انت لو فلتته بيصل لحاله على الطاولة ولا بده طاقة عشان يصل للطاولة؟ اذا طاقته موجبة ولا سالبة؟ ناقصة. هاي معناته موجب وسالب. عشان كده بنقول للالكترون بيفلت لحاله ولا بده طاقة؟ بده طاقة عشان يقدر يفلت لأن طاقته ناقصة. ناقص يعني ناقصة، بده طاقة عشان يفلت. تمام؟ فهذه معروفة. طاقة الوضع إذا موجبة معناته القوة تنافرية، إذا طاقة الوضع سالبة معناته القوة تجاذبية قطعا. بيقول you know that if the charges are of the same sign، إنهم نفس الإشارة. يعني تنتين موجبات أو تنتين سلبات. U is positive، بتكون U is positive which means that the force is repulsive، تنافرية. As expected، وقلنا ليش؟ لأنه بتكون طاقة يعني زيادة. If the charges are of the opposite sign U is negative which means that the force is attractive which is the case. ولازم تكون كتر. نشوف المثال الحلو سهل. هذا هيك بنحط برضو بنستعيبها حالنا نجيبه في امتحان يعني سهل سهل. طلع كم سهل كان هذا واحدة هدول كده تبدو يو يوردي مصعب هالسؤال. اكتب القانون يعطيك العافية والباقي مش انت اللي بتعمله كالكوليتر اللي بتعمله صح ولا لا؟ يو بتساوي كي عن المشترك كيو واحد كيو اثنين على المسافة بين اليمين واحد اثنين كيو واحد كيو ثلاثة بعدين اثنين ثلاثة خلق في شيء ما المفروض هذا هي. طبعا لما اقول واحد واثنين واحد وثلاثة واثنين ثلاثة اذا واحدة منهم سالبة بدي احط السالب ما فيش absolute values هنا عشان كده قلنا يو ممكن تكون positive ممكن تكون negative صح ولا لا؟ كيو واحد اثنين في عشرة والسالب ستة كيو اثنين سالب ستة في عشرة والسالب ستة سالب ستة عشان بحول المايكرو لكولوم. ايش هذه المسافة؟ ثلاثة. نيجي هنا واحد وثلاثة واحد وثلاثة ايش المسافة اللي بينهم؟ أربعة. اثنين وثلاثة طب لو حسبت عادل تقول دكتور زي اللي تعلمناها قبل بدك يجيب الورك انت بدك تقول انا اقول زيرو وتقعد ساعة في السؤال اي قانون طبعا ما احنا كيف اشتقيناه من هنا فات الاجابه طلع سالب شباب. لو واحد ادكم القوه اقول لك تنافريه ولا تجاذبيه؟ تجاذبيه لانه طلع سالب صحيح ولا لا؟ يا شباب اي استفسار؟ حلو. اهم ما في الشابتر ننفي اسئله الحل بتيجي من هذا الموضوع. اسئله الحل في الامتحانات بتيجي من هذا الموضوع واسئله المالتيبل تشويس بتيجي من البدايات. هذا كل موضوع بنجيبه مالتيبل تشويس لانه خفيف. اما بدك سؤال حل لو طالب سنه اولى جامعه ما شاء الله عليه بنجيب له سؤال من هدول. ايش بيقول لي؟ بيقول لي بوتنشال او الكتريك بوتنشال دي تو ا كونتينوس تشارج ديستريبيوشن. كونتينوس تشارج ديستريبيوشن سمعتوا فيه؟ ايش يعني؟ يعني الرد والديسك والرينج والاسطوانه اللي حليته عليه معاكم صح؟ والكره صح؟ هدول. قال لي طيب انا الان بدي اديك واحده من هدول واقول لك اوجد الجهد. في قانون؟ ما فيش قانون، القانون اللي عندك كان البوينت، صح ولا لا؟ كي كيو على ار للبوينت، كيف بدك تتعامل؟ قال لي ما زي ما عملت في السنه في الشابتر الاول. كيف كنت اجيب؟ كنت اخذ عنصر. اجيب مجال العنصر. انتبه للاتجاه، بعدين اكمل. صح؟ هجيت في خطوه مفقوده. الاتجاه اذا نسهل شويه خذ عنصر جيب جهد العنصر ثم كامل فيش اتجاه في سيمتري في مركبات بهضيع في مركبات لكميه سكيلر فيش اتجاه اصلا. اذا بقول لي if a charge is continuously distributed تمام in a given region two methods will be followed. بقول لي الان في عندك طريقتين. ليش في عندك طريقتين؟ قال لي انت لما انا اديتك كره ما علمتكش كيف تاخذ عنصر للكره. قلت لك اشرد اشراد روح على جاوس صح؟ وجبت المجال من جاوس ما خدتش عنصر لانه في العنصر حتكون في صعوبه رياضيه فشردت على جاوس. قال لي طب هنا واذا في كره برضه نفس العمليه بدي اشرد.
بيقول لي if that charge distribution is well known, اذا الشكل اللي مشحون عندك انت صحبة انت وياه بتعرفه. ايش اللي انا صحبة انا وياه؟ اخذت الرد انا صحبة انا وياه بعرفه. الرينك اخذته والديسك. طب والاسطوانة مش حليته انا وياكم؟ صرت انت خبرة فيه. اذا هذه الاشكال قال لي معناته انت خبير فيها. بتعرف عنصر الديسك ايش كان؟ حلو. طب عنصر الاسطوانة اذا مصمطة ديسك واذا مفاضية. اذا انتو هذه شغلات معروفة. قل لي if that charge distribution is well known we proceed, بيعمل نفس الاجراء as we do او as we did for the calculating the electric field discussed. ايش كنت اعمل انا؟ قلت له اول اخترت العنصر choose an element. ايش شحنة العنصر؟ طب ايش جهد العنصر؟ دي براو عليكم. اذا اول حاجة choose an element of a charge Q. طيب اخترت عنصر تمام. بعد كده قولي اوجد جهد العنصر. ايش جهد العنصر طلع؟ طب عشان تجيب V ايش بك تسوي؟ بدك اطلع على الدايركشنز؟ لا. And then integrate over the entire charge distribution. حلو. هذول رينج ديسك رد اسطوانة. اعمل هيك. طب بالاشكال الكروية؟ قال لي بالاشكال الكروية ما انت عارف شدة المجال بتجيبه بسطر من جاوس صح ولا لا؟ اذا المجال ما زال عندك وسهل تجيبه. ارجع لاصل القانون. بيقول لي اذا الكتريك فيلد of that charge distribution can be calculated easily. اذا قدرت تحسب شدة المجال بسهولة. ولما اقول لك بسهولة يعني ايش بدك تستخدم؟ جاوس. وهذه لكل الاشكال الكروية بالذات. كروي لا يعني كمان الصورة النهائية اللي فبيجي اياه. انا بدي بس الكروي لانه هو الباقي كله عناصر سهلة. الشكل الكروي عناصر غلبة تمام. هذه اشكال كروية بالذات. والاشكال الكروية شرطها موجودة ولا لا؟ عشان كده كتب لك يوزنج جاوزز لو قلت الكروي ما تحقق الشرط اوريدي. وي كان ده اللي بيرجع لاصل القانون. هي تعريف القانون. اصلا نحن جبنا كي كيو على ار من هذا القانون صحيح؟ وقلنا بدنا نشرب من ايه لانه بيغلب. والله لقيت انه اخذ عنصر غلب اكثر برجع لاصل القانون بشرط انه هذا ايش ماله؟ سهل اجيبه. وهذا بجيبه بسطر في جاوزز لو. بكمل وبنشوف وقت ايش نستخدم هذا وقت ايش نستخدم هذا. حلو. اي استفسار شباب؟ بدنا نبدا نحل. هل جيت اوير وير يعني رد شباب وير اوف لينث ال طوله ال بينفع تستخدم معايا قانون جاوس عدى عليه؟ لا تمام. يعني بيكون انفينيت. هو ما قاليش انفينيت. هاز اتشارج كابيتال كيو يونيفورم ديستريبيوتد. بيقول لي عندك اللاين الواير السلك هذا كله شحنات. اوجد شده الجهد الكهربائي عند نقطه هام. شايفينها النقطه السوداء؟ اذا النقطه هو بيقول لك وين؟ قال لي هذه النقطه تبعد مسافه ايه عن احد اطرافه. طبعا لو بدي اجيب شده المجال هذا غلبه دير بالكم لانه الدايركشن بيغلب وفيش سيمتري تمام. بس انا بدوش المجال جهد بده لان المجال ما انتم شايفين لكل عنصر له مجال مختلف لكن ما بدوش المجال الحمد لله. ايش اول خطوه اعملها؟ بدي اختار عنصر. طبعا احنا عارفين العنصر بدك تاخده عشوائي. بينفعش تاخده تقول اسهل حالي اروح اخده هنا. بينفعش ولا هنا. خذه في مكان ما. في مكان ما. حلو. يلا نختار عنصر. هيا نختار عنصر. شايفين الابيض؟ هذا جزء من الواير. صغير ولا لا؟ صغير عشان اقول بيشبه النقطة. قديش شحنته شباب؟ دي كيو. قديش طوله؟ طول البياض دي اكس. تمام. ايش بدك البعد من هلا هان تعتبره؟ اكس. خلصنا. قلت هاي دي كيو دي اكس وقلت له هاي المسافه اكس. حلو. هذا باكم شباب اي واحد عنده سؤال هديت يسال. بديش والواحد يهز راسه ومش عارف ايش اللي مسوى. مش يلاقي الوان رايحه جايه ومش عارف ايش بيسووه. اخترت عنصري. كل حاجه بدي للعنصر كتبتها. شحنته عنصر دي كيو. طوله عشان على المحور السيني سميته دي اكس.
بعده عن المركز قلت اكس، لانه هذا البعد بينفع يكون ثابت؟ لا، لانه هذا عشوائي، كل واحد له اكس خاصه به منكم، كل واحد له عنصر غير عن عنصر اللي اخترته. حلو، ايش الخطوه التاليه؟ دي في. بدي دي في، دي في بدي جهد لا بوينت، ما هو بوينت هذه البيضه كي كيو على ار، ار المسافه بين مين ومين؟ مين اللي قال اكس؟ يقول هلقيت اكس لما يزهق، شوف يكتبها اكس في الامتحان وشوف ايش اسوي فيه. هلقيت يقول اكس لما يزهق، انا ايش قلت لك؟ ار المسافه بين مين ومين؟ كي كيو على ار، القانون هي قانون في بتساوي كي كيو على ار. لو قلت لك ايش هي هذه ار؟ بتقول المسافه بين كيو والنقطه، هاي كيو وين النقطه؟ هيها هاي المسافه بينهم اكس، اكس المسافه هذه. ولا احنا بنشوف اي رقم ناخده وهمش كلهم بيضربوا على بعض. اذا وينها؟ بقول له هذه المسافه بدي اياها. طب هذه يا عمك فيثاغورس ايش بقول عنها؟ اذا على اكس ولا على ار؟ على ار. ها ان شاء الله بكره اللي جاي اليوم اكس احط لي اياها في امتحان اكس كمان. بس كل مصيبة كبيرة، لسه علي شرحان وراح في امتحان قال لك اه قال اكس والله راح احطها اكس، مهمش. بس اللي قاله وانتبه انه هذه مش اكس وبدي انتبه هذه مسافة، اذا معناته ها سينس ايتش اليمنت، بقول بما انه هذا عنصر صغير كان بي كونسيدرد از ابوينتد شارج، هذه نقطة. كيف اجيب جهد النقطة؟ عندي قانون بيقول لي ذا الكتريك بوتنشال اللي جهده عشان عنصر سميته دي في due to one of this element، العنصر اللي انت اخترته اللي هو الابيض عندكم، قال لي هذا هو، هذه المسافة r، قال لي هذا هي. اي شباب كي دي كيو على اكس ولا على r؟ على r. طيب r فيثاغورس بيساعدني ولا بيساعدنيش؟ قال لي هيها. حلو، ايش الخطوة اللي وراها؟ كامل على طول بعد ما احط دي في بدا كامل، قال لي كامل. ايش هذه؟ ثابت، بتعمل تكامل، بتعمل تكامل. ايش هنا في دي كيو وهنا ايش المتغير؟ بينفعش الكامل، بدك علاقه بين مين ومين؟ بين كيو اكس، كيو شحنه واكس بعد، بدي لمدا. براو عليكم، بقول دي كيو مش بتساوي لمدا في دي اكس؟ أو بقول لمدا بتساوي شحنة العنصر على طول العنصر، صح ولا لا؟ إذا دي كيو بتساوي لمدا دي إكس، بس لازم يكون ثابت. شو هو؟ لمدا. أما هو قال لك يونيفورملي. براو عليك، لازم تكون ثابتة. طيب ما زال أنت بالمرة قلت لي ثابتة. هذه شحنة العنصر على طول العنصر، لو قلت كل شحنة الرد على إيش بدي أعمل؟ على إل. لأنها ثابتة. طيب من هنا تقدر تجيب لي دي كيو؟ لا تفيد كيو على ال في دي اكس، صح ولا لا؟ بالمره او لمده في دي اكس، هي هي بس انا عوضت عنها. شباب هلقيت هذه دي كيو لمده بنطلعها برا زي ما قال زميلكم انها ثابته بدل من دي اكس، هلقيت ايش صار في التكامل هنا تحت؟ اكس وهنا ايش في؟ دي اكس كامل. ايش متغيرك؟ اكس. بدي حدود التكامل، بيقول لي انت مش بتجمع قاعد. يا عيني عليكم، يا عيني عليكم. ليش؟ لانه بتقول لي انت اول عنصر ممكن اكس او صفر واخر عنصر ممكن اكس او قديش؟ ال. يا ربي هتكون مشكلتك يعني قديش انه كلمه ويل نون الها معنى. بيقول لي هذه اللي مرت علي قبل هيك وعرفت كيف اتعامل معاها. اذا رجع قال لي since we are dealing with a scalar quantity we can integrate، قال لي الخطوة التالية كامل لأنه ما كانش دعوة بالدايركشن، أنت بتتعامل مع scalars. since we are dealing with a scalar quantity we can integrate the above expression directly to get the potential due to the whole wire. كملنا. حلو، هل قلت قال لي جيب لي دي كيو بتساوي لمدا دي اكس، صحيح ولا لا؟ قال لي حلو هذا هي صارت هاي حدود التكامل. شباب هاي حدود التكامل.
شايفين العنصر كيف بيمشي عشان يغطي لي كل الرد، تبعوا لي اكس من وين تتغير وهو بيمشي من زيرو لإل. عشان كده بديش حد يقول لي حوض التكامل بعرفش كيف اجيبها. سهله بتيجي من ايش بتعمل؟ من اسم المتغير. قبل الصفر ما فيش شحنات وبعد الإل فيش شحنات، اذا انت اول شحنه واخر شحنه واكس المتغير تبعها قديش. فطلعناها. طبعا هذا تكامل سهل صحيح؟ تكامل سهل موجود عندكم في جلدة الكتاب. أولين هذا موجود هنا مثال أو موجود على جلدة الكتاب. طبعا عندكم مش هتحفظوا وأنا بديكم إياه تخافوش. تمام؟ أو أنا بدي أوصي مين بدي أرسكم كوكب الأسباب؟ خلاص أنا بدي أوصي أجيب لكم إياه في الامتحان تعملوه. تمام؟ هاي الجواب. هاي الجواب، هذا الجواب أنا بدي، يعني أنا بدي عند هذا الخطوة وبس. هذه الخطوة ما هي تكامل. احنا نديكم إياه كيف تكامله. نديكم إياه جاهز. أنت صلي هنا وحديك 10 من 10 فوق شكرا كمان. ولا يهمك، بس أصلي لها. يعطيك العافية. طبعا بعد بس بدي أعوض عن لمدة من هي معوض عنها. كيو على إل، صحيح؟ فهي أي استفصاء. شباب. اسهل من اول. شوفوا ترى اول ما جاء كان غلبنا، كان بدي مركبات سيريه ومركبات صوديه واطلع في سيمتري وما فيش سيمتري غلبه كثير. هذا السؤال اول ما جاء كهربائي كان صعب جدا، لكن جهد وعملت ولا حاجه. اي استفسار؟ اكيد. حلو. بيقول لي ارنج. تعرف الفرق بين الرينج والديسك؟ حلو. الرينج الشحنات الموزعة على مساحة ولا على طول؟ على طول. براو عليكم. أنا قاعد بتذكر وبنذكر بعض شغلات كنا نخربط فيها في الشبط الأول، هذيك ممنوع نخربط فيها. الواحد صار يعرف إيش معنى رينج. حلو. تمام. بقول لي رينج أوف ريديوس آر هاز أ يونيفورم تشارج ديستريبيوشن أوف ماجنيتيود كابيتال كيو. كل الشحنات كابيتال كيو. كالكوليت ذا إلكتريك بوتنشال along the axis of the ring على نفس محور الرينج a distance d from the center of the ring. قال لي بدي جهد عند هذه النقطة، والنقطة أنا بديك إياها ومديك كل شيء لها وقال لك تبعد عن السنتر مسافة مقدارها جي. حلو. برضو الرينج مر علينا في الشوط الأول ولا لا؟ الخطوة الأولى بده عنصر. متخيلينه من كثر ما مر علينا حافظينه. هاي عنصري. شايفين الابيض فوق؟ انا جبت ابيض عشان يبين بس على الحمار. تمام. ها عشان اللي مش شايف الابيض اقول له هي عنصري. هي ايش شحنتها؟ اللي توي قال دي اكس، اللي توي قال اكس، ركز معايا. بدي دي زي كي على وينها ار هذه؟ براو عليكم. طب هذه ايش؟ مين من اللي تحت الجذر بتغير مع تغير العنصر؟ يعني ثابت. الدي تتغير؟ الدي تتغير مع تغير العنصر؟ الدي مسافة بين يومين بين مركز ونقطة. لا المركز متغير ولا النقطة متغيرة. تمام. والار نسقطه اصلا. نسقطه. يعني هذه ثابته طلعت وهذه ايش جاب جوا التكامل؟ وش تكامل دي كيو؟ والله انا لم بديش اجملتها معناته. هاي كملت. تلزمنيش. مضبوط ولا لا؟ اذا هذه ارضي مسهل وطلع. كل زمان نجيبه زي هذه بس بدنا سطرين. يقعد الطالب يغلب حاله يقعد ساعه وهو يحل ومش عارف وين يودي وين يجيب وهو ولا شيء بده. لا بده تكامل. يقول لك عمي ولمدة هذه اللي كانت تستخدمها ليش بدك تستخدمها؟ يروح يخترع فيها بده يجيبها. تمام. حلو. اذا هذه امحي هنا عشان هذا كله معمول. بيقول لي اجين وي ديفايد ذا واير. طبعا واير ما هو سلك بس دائري حتى لو قال لي رينج واير انتو سمول اليمنتس ايتش اوف تشارج كيو ايتش اليمنت دي كان بي كونسيدرد از ا بوينت لانه جزء من اللاين از ا بوينت. حلو. سو ذا الكتريك بوتنشال اللي رمزه دي في ديو تو وان اوف ذيس اليمنتس
كي دي كيو على ار. وقال لي حبيبنا فيثاغورس قال لي سمول ار بيساوي جزء تربيعي لكابيتال ار تربيع زائد كابيتال دي تربيع. الخطوه الثانيه ايش اسوي؟ اكامل كل الثوابت طلعها. قبل ما اقول لكم حلول التكامل انتجريت وذ اول كونستانتس ار تيكن اوت اوف ذا انتجراند. طبعا انا حطيت حدود التكامل للي عنده هوايه بده حدود التكامل، لكن انا لو ما حطيتش حدود التكامل بقول ايش جمع دي كيو؟ مش كل الشحنات؟ وكل الشحنات قديش؟ كيو بدون حدود التكامل. بس احنا المره هذيك في الشرط الاول واحد قال لي طب طلع حدود التكامل عشان هيك تكون مبلوعه شويه، فقلنا له من صفر ده كابيتال كيو. واحد يقول لك طب ليش من صفر؟ بقول هو دي اكس ولا دي كيو ولا دي ام؟ ليه سبقناها بدي احنا؟ عشان هي صغيره تقولي الى الصفر. فهي تقولي الى الصفر، اذا بتبدا من صغيره جدا وبتكبر بتكبر بتكبر، هي مع تكامل تجمع تجمع. ايش اكبر حاجه ممكن توصلها؟ كابيتال كيو. فاللي بده يعني انا دائما هذول بحطش عليهم حظ التكامل، بقول ما هذا زي ما بسموها جمع الاختاريه، الاختاريه بيجمعوش بالكالكوليتر. بقول لك 5 و3 و4 هيك جمع بالبلد، ولا بيجمع كل هالشحنات، ما بدهاش حظ التكامل زي ما انتم تعلمتوا. بقول لك هيني هذه حدودها خلص، قديش شحنات 10 مايكرو كولوم، كلهم 10 مايكرو كولوم، بحطها وخلصنا. تمام؟ بس للي بده بيعملها. فيقول لي هذه هي كيو. طيب نيجي على المجال الكهربائي وصار في نقاش مين بيننا، قلت لكم عندي المركز قديش طلع المجال؟ مش زيرو؟ ذاكر يا عبد الملك ايش قلنا؟ قلنا ليش زيرو شباب؟ عشان هم بلغوا بعض دايركشن دايركشن. طب هنا في شغلات تلغي بعض؟ اذا بيطلع الزيرو الاصل ما تقول لي طب عوض. لما تكون النقطة بي هذه صارت في المركز قديش دي؟ صفر. حط دي صفر. كي كيو على ار. ما ليش حاجة تلغي من دايركشن. بيقول لي نوت ذات at the center of the ring يعني دي بتساوي صفر the electric potential is given by طلع صفر ولا كي كيو على ار؟ بقول لي منطقي لانه انت بتجمع قاعد هدول نفترضهم في سؤال في الكتاب قال لك حط لك هيك 10 شحنات حوالين بعض 10 شحنات وجيب لي جهد في المركز قول له 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 لما يصير 10 ايش المتغير الوحيد؟ كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 زائد كيو 4 لانه الار واحده ولا لا؟ والكيو واحده. طب كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 10 هي الشحنه الكليه ولا لا؟ هي السجاره. هذا احد اسئله الكتاب موجود عشان نقول لك انه شوف انت ايش افرقك. طب في المجال مين المره هذيك قال مجال الجهد؟ شوف المجال صفر طلع الجهد في المركز صفر ولا طلع مقدار؟ طلع مقدار. اذا في شغله بنجيها واحده واحده. كمان مثال بيقول لي على ديسك، مر عليكم كلمة ديسك شباب؟ ايش عنصره؟ براو عليكم. طيب هذيك لما اخذ عنصره لقيته رينج وبدي جهد العنصر باخذ جهد البوينت؟ اذا بدي ايش لازم يعطيني؟ جهد الرينج لازم يعطيني اياه وبكون كاتب لك هند بيقول لي the potential of a ring is given by اذا بعطيني اياه ومن وين بده يشحته؟ ما هيو هيو مش هي تبع الرينج شباب؟ خلينا نحفظها ناخذه من نشحته في بتساوي كيو وهي كي وهي ار تربيع زائد دي تربيع. دكتور في الامتحان نجيب من الاول ولا كيف؟ لا انا بدي اديك هذا غلبك، لا انا بيني وبينك طار عشان غلبك. لا تخافش بديك وبعدين عشان اديك ليش؟ في ميزه انه بقول لك ايش هو العنصر مضبوط ولا؟ هاي بغششك بس تغشيش مبطنة. انا بقول لك عنصرك خذ رينج، بقول لك علما بانه ذا الكتريك بوتنشال ديو تو وان رينج، على طول بتقول هذا رينج هذا عنصر. يعني في ملو نسيت بذكرك فيه. تمام. بقول لي ديسك اوف راديوس كابيتال ار، وكنا بنعرف الديسك ايش هو، وايش بميزه عن الرينج؟ الرينج من جوا فاضي، الديسك من جوا مصمطه. حلو. has a uniform charge density لمدة ولا سيجما هالقيد؟ سيجما مساحة. هيا كله حمار مبين. حلو. calculate the electric potential along the axis of the disk a distance d. قال لي برضه بدي اياه عند النقطة هذه اللي بتبعد المسافة دي عن السنتر. حلو. continuous charge distribution
خد عنصرك كرينج لانه لو خدت بوينت هتورط رياضيا. ذاكرين القصه، قلت اذا خدت بوينت، بوينت لها مساحه دي اكس ودي واي، وبالتالي حتكون صعبه عليك. قلنا خد رينج ما هتعوض، ما خلصنا، يلا ناخد لنا رينج. Here we define the disk into thin rings, each of radius small r and thickness dr. هاي هاي رينجي. طبعا هذا الحمار عبارة عن عدة رنجات صفراء، صح ولا لا؟ كلهم نفس القطر؟ لا طبعا. أصغر نص قطر ممكن وأكبر نص قطر ممكن، يا وعي هذا دباق مع هذا التكامل. آه جهزت تمام. أنا بظل نشوف هل هي متغيرة الحين ولا لا. حلو، ايش الخطوة التالية؟ ده اللي بدي جهد العنصر، العنصر بوينت رينج. طبعا انا بدي اشحتها من المثال السابق لانه انا معايا بصير دي في. هذا هي شباب، هذه حقت صارت لايش؟ لعنصر. ايش ناقصين هنا؟ طب هادي وهادي، مش هذا نص قطر الرينج؟ نص قطر الرينج تبعتك ايش هي؟ سمول ار. تمام، سمول ار هيها. حلو، وستكنس دي ار. بيقول لي from the result of the previous example، قال لي اشحت وما تخافش انا في الامتحان هشحتك اياها. from the previous example the potential due to one element اللي نص قطره وانت قلت عنه ار، هذا هو. اذا بدل كيو حطيت دي كيو، وبدل كابيتال ار حطيت سمول ار. صحيح شباب ولا لا؟ ما هي الخطوه التاليه؟ كامل سمول ار ثابته لكل الرنجات؟ اذا متغيره بتضعش طلعها برا. قال لي بسيطة، بعين الله بنشمر. بدي علاقة بين كيو ار، بدي سيجما غصب عني. طيب لما اجي اقول دي كيو اللي هي هان بتساوي سيجما في ايش؟ انتبهوا لي شباب، هل دي اي هي باي ار تربيع؟ لا، ولا اربعة، الاربعة باي ار تربيع مساحة الشيل يا شباب. استنوا شوية، انا بدي مساحة الصفار ولا لا؟ بدي مساحة الصفار. أنا بدي اعيدها كمان مرة، بدي مساحة الصفار. الصفار هو هذا العنصر، بدي مساحته. وإيش قلت لكم؟ جيبوا نقص بصو. ما عشان كده واحد يتذكر نقصها وعدلها، صار محيط هو الطول والعرض هو السمك. إذا هذه عبارة عن 2 باي ار دي ار. هاي ثاني مرة بعيدها، هاي ثاني مرة بعيدها. طبعا لأول مرة شباب واحد يقول لك كيف نتيجة عبالي هذه؟ ومين قال لك انها بتيجي في الامتحان بدون ما نشرحها؟ احنا حنشرحها مرة ومرتين بعدين بنجيبها في الامتحان. يعني مش أول مرة تقول والله جابوا لنا صنعنا صاروخ، لا، ما احنا بنشرحها بعدة اتجاهات لازم تفهمها. أنا بدي مش مساحة الرنج، بدي مساحة الصفار تبع الرنج، بدي مساحة المادة المصنوعة من هالرنج. هذه لانها هي لانها خميله لها سمك، لانها جزء من مساحه. زي ما قلنا كوم البرقان بتطلع برقانه ما بتطلعش انجاصه، صحيح ولا لا؟ تمام. يعني احنا هنا يا دكتور هنحط لها مساحه الدائره، مساحه الصفار. لا 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 حبيبي، لا شوف عليا، هاي الدائره لما يقول لك اوجد المساحه، هذا هي مساحة البياض، لكن بدي مساحة الصفار السمار اللي هان. طبعا واحد بيقول لك كيف مساحة؟ ما ده خط. بقول لك مش خط، هذا له سمك، هذا تو دايمنشنز، لانه جزء من مساحة. وبالتالي بيقول لي هذا ها اسطوانة بس ملفوفة. اذا بدك ايه اسطوانة، فهمت علي؟ اذا انت بدك مساحة هذه، تمام؟ يعني لو جيت انت مثلا بدك تدهن، تدهن هذا المحيط وتقول قديش بدي بويه، مش بدك تعرف المساحه؟ صحيح. لا تحسبها، هيك تحسبها. لكن لما تقول لي بدي مساحه هذه، ومن قال لك بدي ادهن هذه المنطقه؟ انا بس بدي ادهن هذه. فهمت علي كيف؟ هاي الفرق، السلوك بالضبط، وهذا جزء من مساحه، فلازم يكون له مساحه. هاي ثاني مره، كمان مره، مين عنده سؤال عليها؟ 2 باي ار دي ار مساحه الصفار، انا هي بحكي بالالوان. مش يقولوا صفار البيض، صفار البيض، صفار اللي موجود عندي، تمام؟ على طول جاتوا بتفكروا صفار البيض وبياض البيض، تمام؟ شباب واضحة الأمور؟ تمام. احكي. ها؟
هو براو عليك ايوه هيك طلعها الجوهرة. انت تخيل قص وعدي ايش صار؟ انت قول لي استنى شوية احكي ما تخافيش مني اسمع قصته وعملته خلينا نقول صرد زي ما قالوا صعب اسهل صرد يعني صار مستطيل صغير ايش من حتى مستطيل براو عليك استنى طول ايش هو؟ هل هو محيطه؟ احكي بالسنجوي طب عرضه ايش؟ سمكه سمكه مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض مش الطول هو المحيط؟ هاي الطول وهي العرض الطلع صار هاي هيك لما قصيت الصفار هذا من هان لهان هو دي ار ولا لا؟ وهذه المسافة 2 باي ار جيب لي مساحة هذا الزلاج الطول في العرض 2 باي ار دي ار عارف كيف صار لما قصيته؟ غيره شوف هذه الأسئلة كانت موجودة عند أغلبكم في الشابتر الأولاني بس خجلتوا خجلتوا قلتوا يلا ما شاء الله بترجعش رجعت لكم زي القردة تمام تمام آه شباب أي استفسار خلصنا إذا هذه using the relation between dq and r اللي بتقول dq بتساوي سيجما في dA فدي ايه مساحة الصفار وليست مساحة الدائرة اللي جوا الصفار لا هذيك مساحة بياض اللي جوا قال لي هذه عبارة عن 2 باي ار دي ار وتعلمناها كيف نجيبها تمام طبعا إلها تكنيك متقدم بس احنا بنقدرش نديكم اياه قال لي اذا معناته يلا الخطوة التالية كامل انا قبل ما احط حدود التكامل اصحابكم قالوا لي حدود التكامل قبل ما اخلص قالوا لي عايش بتكامل رجعت قلت له على ار المتغير الوحيد اذا بدي ار لاصغر رينج وار لاكبر رينج يعطيك العافية خلص السؤال بدا علي طبعا هذا سؤال تكامل سهل بتقول يا ربي جيب لنا زيه في الكالكولاس لانه تفاضل المقام موجود في البسط شباب هذا انواع ابسط انواع السبستيوشنز ابسطه لا في سك ولا في تان ولا في ساين خلص وقتنا الله يعطينا العافية.